خدتي علاجك؟ ايوه يا بنتي. طب مدي ايدك بقى وكل. يلا. بس انا شامه ريحه الزفاره. ما انا عامله لك زفاره. يلا يلا مدي ايدك بقى انتي وكلي. ايه ده؟ دي سمكه نيه. فصصي بقى انتي يلا وكلي. طب هناكلها ازاي وهي نيه؟ انت تقرفيني بقى ولا ايه؟ بس ايه ده يا بنتي، دي ريحتها وحشه. ايه ده يا بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. بتقولي على نعمة ربنا ريحتها وحشة؟ بس دي ريحتها وحشة يا بنت، هناكلها ازاي؟ مدي ايدك يا حاجة، مدي ايدك. مدي ايدك يا حبيبتي، مدي ايدك كده وفصصي. اتعاملي اتعاملي. اصل بصي، موضوع العمل اللي جالك ده خلاص بقى مقيم معانا، فاهمة؟ فلازم يا اختي تتعاملي. امال ايه؟ انا هقعد اخدمك طول عمري ولا ايه؟ بس يا بنت ده ريحتها وحشه، هناكلها ازاي ريحتها وحشه؟ اتعاملي يا حاجه، في ايه؟ فصصيها وكلي يا اختي. مش بتقولي نفسك في سمك؟ جبت لك السمك. انا لسه هقف واعمل لها سمك واقلي واعمل. ماشي يا بنت. كده كده هينزل بطننا، هيروح في مكانه. اللي تشوفيه يا بنتي. واحد نفسه اتسدت، والله نفسي اتسدت. ايوه يا يعني. يلا 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 حبيبتي يلا. اتعاملي يا ماما يلا. كل يا ماما كل. يا رب. حول الله ربنا يشفيك يا رب. يا رندا. ايه يا انتر؟ يا عاملين ايه يا ام؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه النهارده؟ خدي يا ماما خدي. كل كل يا ماما بالهنا والشفا. حياتك عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. الحمد لله خدت العلاج، خدت علاجها وغيرت. يا رندا كويس؟ اهو انت جيت اهو على سهوة. الحمد لله يا رب. اهو سيرك يا مرات الابن تبقى حمل، انا عارف. الله ينور. انا عارف ان انت رسول يا رب. دي البركه بتاعتك. صح يا ماما؟ منوره. ورا يا ماما والله. اخش طب اغير هدومي. خش. ماشي؟ خش خش. عايزه حاجه يا ماما؟ عاوزه سلامتك. مش عارفه لو كنت نطقتش كنت هعمل لك ايه؟ قلتش حاجة بقى. أيوة أنت عارفة يعني لو كنت بس همستي كده كنت عامل فيكي إيه؟ عارفة. هتكملي السمكة ولا لأ؟ ريحتها وحشة يا بنتي. هو إيه اللي ريحتها وحشة؟ هتاكليها، عارفة لو ما أكلتهاش هتاكليها بالعافية. سكي سكي كده أضقضي فيه. يعني هتنزل بطنك مستوية؟ أضقضي. كلي. خلصي. ما القطط بياكلوا السمك عادي يعني، فرقت إيه؟